وهاد الشيء غيله كلها عندها نفس المطلب. لا هو شهر ربعة بس 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 الامور ويقولنا اشنو غنديروا من بعد، يعني اشنو المصير ديالنا من بعد، باش تحدد لنا الاداره المصير ديالنا من بعد اشنو غادي نديروا. واش باقي ما كاينش شي حوار جاد ما بين المكتب النقابي والاداره، لان الاداره دائما كتتملص من 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 الاجتماعات مع المكتب النقابي، ما دائما كتهرب. ونتمنوا على الله التوفيق ونجلسوا ونحلوا هذه المشاكل، لان ماشي لا في الصالح ديال الاداره ولا في الصالح ديال العمال. اليوم النهار الثاني على التوالي اللي حنا باقي المشكل فيه، وهو ان الاداره باقي ما دارت معنا والو بالنسبه للمشكل ديال الاجور ديالنا ديال شهر 4. ها انتم تشوفوا برغم من هذه الجائحه فحنا واقفين تناشدوا السلطات، تناشدوا سيدنا الله ينصره اللي كان عطى من الاموال ديالو الخاصه وساعد الناس المحتاجين. حنا تنطالبوا فقط بحقوق ديالنا، ما طالبين حتى حاجه. حنا شهر 4 بغينا نتخلصوا فيه لاننا خدمنا والنص ديالو خرجنا بزز منا كونجي. الوغ قال لك غنخلصوكم في 50%، 50% ما قابليناش. حنا خدمنا، ما كايناش هناك ازمه كانت في لوطيل، لا شهر 4 كانت خدام، يعني خصو خلصنا كما معروف والمتداول في القوانين. الكونجي تيكون بيي وعندنا الاوراق ديالنا باننا واخدين كونجي، يعني خلصنا. وديك الساعه شهر 5 ولا 6 ان شاء الله، وحنا تنطلبوا من الله سبحانه وتعالى ان هذه الجائحه تعيد 5 ولا 6، ديك الساعه نتفاهموا معاه ماشي مشكل، ولكن باش ما بغيناش حنا نديروا العصا في الرويضه وتا هو ما يديش لنا العصا في الرويضه.